أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مشاهدينا الأكارم في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا في هذه الحلقة من برنامج مجالس الذكر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. الأكارم، كنا قد تحدثنا في هذه الحلقات الأخيرة عن المغفرة والتوبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الشهر الفضيل أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. قمنا في موضوع الاستغفار والتوبة، حري بنا أن نقرأ الآيات وأحاديث الرسول محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن أقوال الخادم الصادق لرسول الله سيدنا الإمام المهدي والمسيح الموعود، عندما قال وكتب لأبناء الجماعة وللمسلمين وللعالم، وقال: وإن كلامي لأبلغ من 100,000 سيف في نفوس الناس. فنقرأ الاقتباسات من كلامه عليه السلام في موضوع الاستغفار. الله سبحانه وتعالى، هناك آيات كثيرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. هذه الأدعية أدعية كثيرة، وهناك باقة من أحاديث محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بموضوع الاستغفار. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الكثير من الأحاديث عن موضوع الاستغفار، بداية الأحاديث القدسية. يقول الله عز وجل: يا ابن آدم، كلكم مذنب إلا من عافيته فاستغفروني أغفر لكم، ومن استغفرني وهو يعلم أني ذو قدرة على أن أغفر له غفرت له ولا أبالي. قال الله: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء واستغفرتني أغفر لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك، أتيتك بقرابتها مغفرة. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. قال إبليس: وعزتك وجلالك، لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. ما داموا يستغفرون الله سبحانه وتعالى فهو يغفر لهم. ألا أدلكم على دائكم ودوائكم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن دائكم الذنوب ودواؤكم الاستغفار. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير. من أحب أن تستره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. هناك أحاديث كثيرة، أخذها جملة واحدة ثم نتحدث عنها. إذا أخطأ العبد خطيئة نكتت في قلبه نكتة، فإن هو نزع واستغفر صقلت، فإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه فذلك الرين.
الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إن للقلوب صدأ كصدأ النحاس وجلاؤها الاستغفار. ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له. ثم قرأ: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. من قال أستغفر الله العظيم، من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. وعن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره فقال: استغفروا فاستغفرنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: استغفروا فاستغفرنا. قال: أتموها، يعني 70 مرة. فأتممناها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد ولا أمة استغفر الله في اليوم 70 مرة إلا غفر الله له 700 ذنب. وقد خاب عبد عمل في يوم أو ليلة أكثر من 70 ذنب. وجاءت في روايات أخرى: من قال اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي 3 مرات غفر الله له. وقد تحدث أولياء الأمة وقالوا أن نكثر من الاستغفار، أن نكثر من الاستغفار ليلا ونهارا، سواء استحضرنا ذنوبنا أو لم نستحضرها. وهذا العهد يخل به كثير من الناس، فهذا أمر ضروري. وكما قال المسيح الموعود: ماذا نريد أفضل من ذلك إذا غفر الله سبحانه وتعالى وتاب علينا. أستاذ تميم. نعم، بارك الله فيكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما تفضلتم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه قد وضح مفهوم الاستغفار وبينه بكلمات موجزة جامعة مانعة، فهو الذي أوتي جوامع الكلم، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فقد قال في أحد هذه الأحاديث: هل أدلكم على دائكم ودوائكم؟ فقيل: نعم يا رسول الله. قال: إن داءكم هو الذنوب ودواؤكم هو الاستغفار. وهذه في الواقع عبارة عن كلمات موجزة، ولكنها تلخص الأهمية لموضوع الاستغفار، وتبين الأسس التي يجب أن يفهم فيها الإنسان مسألة الذنب ومسألة الاستغفار. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الأحاديث التي قرأتها قال: إن الإنسان إذا قام بإثم فإن هذا الإثم سيترك نكتة سوداء في قلبه، وإذا لم يجليها بالاستغفار فإنها ستتراكم عليها السواد، سيتراكم السواد وسيزداد، وسيؤدي ذلك إلى أن تزداد أكثر فأكثر، حتى تصل إلى مرحلة يصطبغ قلبه بالسواد، وعندها يكون قد ران على قلبه. وهذا هو الرين الذي يقول الله تبارك وتعالى عنه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي أن كثرة اكتساب السيئات يؤدي إلى سوداد القلب وإلى هذا الداء، إلى هذا السقم في القلب الذي يلقي بالإنسان في جهنم ويجعله بعيدا عن الله تبارك وتعالى. فأهمية الاستغفار أن الإنسان هو يدرك ويعرف ضعفه، يعرف أنه ضعيف. الله تبارك وتعالى أيضا ذكر الإنسان في القرآن الكريم وقال: وخلق الإنسان ضعيفا، الإنسان ضعيف. الله تبارك وتعالى يريد لهذا الإنسان أن يتطور ويتقدم وأن ينشأ نشأة أخرى في هذه الحياة الدنيا لكي يصل إلى الله تبارك وتعالى، لكي يدخل الحياة الآخرة في جنة الله وفي مرضاته بعد أن يكون قد دخلها في جنته هذه الدنيوية. فالله تبارك وتعالى قد جعل لهذا الإنسان الضعيف خلقا جديدا في هذا العالم، في هذه الحياة الدنيا. مطلوب من الإنسان أن يقدم نفسه وأن
يستسلم لله تبارك وتعالى وأن يطلب منه أن يصوره هذا التصوير الذي هو النشأة الآخرة أو النشأة الأخرى، لكي يكون ذلك الإنسان العبد الحقيقي لله تبارك وتعالى. فأهمية الاستغفار هي أنها ترشد الإنسان إلى الغاية من خلقه، إلى أنه ضعيف وأمامه مشوار، هذا المشوار مشوار طويل، مشوار هام جدا، مشوار لا يستطيع أن يقوم به بنفسه، ولا يستطيع أصلا أن يسترشد بما ينفعه وما يلزمه لكي يتطور فيه، وأنه ينبغي أن يلقي نفسه بين يدي الله تبارك وتعالى كالمضغة التي تحتاج إلى أن تتطور أكثر فأكثر لتصبح خلقا جديدا. يعني هو لا حول ولا قوة ولا قدرة ولا علم لديه كيف يمكن أن يتطور، فباستغفاره يعترف بهذه الحقيقة أمام الله تبارك وتعالى، ويطلب منه أن يستنزل الرحمة عليه بأن يخلقه هذا الخلق الملائم، الخلق الذي هو الغاية من خلق الإنسان. أما الإنسان الذي يغفل عن الاستغفار فهو في الواقع يموت قلبه، وبالتالي هو يقضي على حياته الآخرة ويعيش هذه جهنم الدنيوية ثم يرى تمثلها في الحياة الآخرة. القضية أن الله تبارك وتعالى أيضا جعل الحياة الآخرة دار الجزاء والثواب، وجعل هذه الحياة الدنيا دار الابتلاء، والتي فيها أيضا ثواب وجزاء، ولكن لا يستطيع الإنسان أن يدرك تماما إن كان هذا الذي أصابه هو في الواقع جزاء لعمل قام به أو أنه من باب الابتلاء. فالمهم أن الله تبارك وتعالى قال بأن الإنسان إن فعل خيرا فسيجد وسيرى العاقبة، وإن فعل سوءا وشرا فسيرى العاقبة، والإنسان نتيجة لأخطائه ونتيجة لآثامه ونتيجة لذنوبه لا بد وأن يصاب في هذه الحياة الدنيا بالبلاء. فلذلك أهمية الاستغفار أنه يحجب ويرد هذا البلاء عن الإنسان بأن يزيل القدر المترتب على هذه الأعمال السيئة. يعني الله تبارك وتعالى رتب على العمل الصالح عاقبة حسنة، وهو بيد الله تبارك وتعالى، هذه العاقبة بيد الله، كما رتب على الأعمال السيئة عواقب سيئة، وهذه هي جهنم الدنيوية. فالله تبارك وتعالى يستطيع أن يحجب عن الإنسان، وإن كان حتى لو كان مستحقا لأن يصاب بالبلاء في هذه الحياة الدنيا، يستطيع أن يحجب عنه هذا البلاء إذا استغفر الله تبارك وتعالى. ثم الله تبارك وتعالى لا يزيل البلاء فقط، وإنما يزيل أيضا الذنوب التي تراكمت في قلب هذا الإنسان، والنكات السوداء التي تراكمت في قلب الإنسان، فيزيل النتيجة التي كانت ستترتب على الذنوب، كما يزيل هذه الذنوب من أساسها ومن جذورها. فالحقيقة أن مسألة الاستغفار هي مسألة يجب أن تكون دائما في ذهن الإنسان المؤمن. الآية الكريمة تقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، هذا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بعض الأحيان تكون محجوبة هذه النعم، مثلا الموضوع المال أو الأولاد، بسبب بعض يعني يزيلها بسبب الذنوب والخطايا، وبسبب التصرفات غير الملائمة، وبسبب أن الإنسان ربما يكون قد ارتكب شيئا. الله تبارك وتعالى هو الوحيد الذي يعلم حقيقة كل إنسان وحقيقة ما الذي فعله وما الذي يستحقه وما الذي لا يستحقه. يعني علاج، الاستغفار علاج أيضا لهذا. لا شك الله تبارك وتعالى هو لا يظلم أحدا، والله تبارك وتعالى أيضا يريد من الإنسان الاستغفار. هنا يوجد جانبان مهمان. الجانب الأول هو أنه بالفعل هنالك أمور أنت تحتاجها ولكنك لا تستحقها على كل حال، لأنك لست في موضع أن تقول لله تبارك وتعالى أنني أستحق هذا. أنت لله تبارك وتعالى إن شاء أعطاك وإن شاء حجب عنك، ولا حق لك أن تقول يا رب لماذا لم تعطني. هذه نقطة مهمة جدا. فبالاستغفار أنت تستدر الرحمة الإلهية بلا شك. يعني تكون هنالك أمور محجوبة كما تفضلتم، أو أمور لم ينلها الإنسان، فبالاستغفار يستدرها. هذا جانب. من جانب آخر أيضا هنالك بعض العواقب المترتبة على أعمال خفية لا يعلمها إلا الله،
ربما يكون الإنسان قد قام بها، فبالاستغفار أيضا تزول هذه الأمور وتفتح باب الرحمة الإلهية. فنوح عليه السلام عندما قال لقومه وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ثم يقول ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي أنكم إذا لم تستغفروا الله فإنكم لا توقرون الله. فالمسألة هي كالتالي، المسألة أنكم يا قوم يا معشر الناس الذين خاطبهم نوح والناس من بعدهم، إنكم إذا كنتم في ابتلاءات وفي صعوبات وفي شدة فعليكم أن تدركوا بأن الله تبارك وتعالى قادر على أن يزيل كل هذه الأمور ويزيل نتائج أعمالكم الفاسدة ويفتح لكم أبواب الرحمة بمجرد أنكم خضعتم له وطلبتم منه المغفرة. لكن يا فقط لاستكمالا لهذه الدائرة، فالذي يحدث أن الاستغفار كما ذكرنا في بداية الحلقات، الاستغفار إضافة إلى أنه يزيل آثار الذنوب، هو في الواقع عبارة عن دعاء كامل لتغطية كل العيوب والنقائص ولتحقيق الرقي في الأمور الدنيوية والروحانية. يعني كيف وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار؟ الله تبارك وتعالى يقول له في القرآن الكريم واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، أي أنك باستغفارك سأقوم بترقيتك وترقية أمتك وترقية الجماعة التي معك وأحقق لك الأهداف المرسومة التي وعدتك بها. نأخذ بعض اتصالات، هناك إخوة بالانتظار على الخطوط. معنا الأخ عبد الرحمن من السودان، السلام عليكم. السلام عليكم. الإخوة بالكنترول من معنا؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رمضان كريم. الأخ طيب من معنا؟ هناك خط آخر. السلام عليكم. عليكم السلام، معك هلال. أهلا أخ هلال، تفضل. السلام عليكم. كيفك محمد شريف؟ الحمد لله. كل عام وانتم بخير. وانت بخير. كيف استاذ ابو احمد؟ اياه تقبالك. الله يجزاك الخير. الله يسلمك، الله يبارك فيكم. والله الحمد لله، يعني احنا يعني بالجماعه الاحمديه الحمد لله يعني بخير من الله تعالى. الحمد لله. طب اذكرنا عن تجربتك اخ خلال. انا طبعا يعني تعرف الاخ خلال، انا لا اعرف. بالاصل سوري انا. نعم. مقيم بالاردن. ومبايع جديد، يعني صار لي شي شهر او شهر ونص يمكن مبايع. طازه هياتك ما شاء الله. الحمد لله. طيب شو اللي جابك على الجماعه يعني؟ والله انا من اول شيء يعني صار لنا نتفرج على هاي القناه، يعني صار لنا شيء من سنه ونص او اقل هيك. كنا قاعدين انا واخي نقلب بالمحطات التلفزيون فشفنا هاي القناه، يعني اول شيء شافها كمان اخوي ابو عيسى. نعم. هو كمان موضوع الاحمديه كمان معجبه كثير، يعني هو كمان لسه ما بايع. فسمع الحوار المباشر كان يتحدث عن قصة والله ما بعرف شو هي، المهم يعني فقال خلي على هاي المحطة. فكان أخوي هو أخوي الثاني كمان معارض، فقال لي قيمها يا أخي هذول ضلاليين. قلنا له لا ما رحنا راح نفهم منهم من الآخر ونشوف شو فيهم. فالحمد لله يعني من أول ما تفرجنا على هاي القناة يعني ما صار عندنا شك إطلاقا. سبحان الله. يعني ابدا يعني صحيفتك نظيفه ما شاء الله. طيب ربنا دغري زرع فيها يعني بفضل الله. واليوم انا كنت اتحدث مع جماعه بيحكوا لي انه كيف الامام المهدي يعني هذا مهديكم، ولا قلت لهم والله تعرفوا انا من وقت ما سمعت او عرفت بهاي الجماعه الاحمديه ودخلت معهم بحس حالي انه انا اسعد انسان، يعني هيك خلوني احكي يعني انه من زعجت منهم يعني. ما شاء الله. ما شاء الله الحمد لله. اول مره كمان شفت رؤية من بعد ما تفرجت على هاي القناة بعد كم يوم، فشفت رؤية انه انا ماشي في طريق وطريق عليه نهر، يعني طريق يعني ارضه مستوية وصافية، النهر صافي يعني كأنه النهر بيمشي على زفت، تعرف كيف؟ الو. نعم نعم سامعينك، تفضل. والنهر يجري على هذا الزفت والنهر صافي وميته هيك دافي، يعني مش يعني باردة ولا ايش سخنة، يعني ميته كثير كويسة يعني. ما شاء الله. فأنا خايض بالمي يعني زي ما يقولوا، يعني فايت بالمي، فالمي اللي ركبي في أخوي أبو عيسى اللي حكيت لك عنه كمان على الشط. بالانتظار يعني. بالانتظار يمكن.
بس انا داخل بالنهر وماشي، والنهر يعني ميته صافيه كثير، يعني كانها يعني اللهم صل على النبي عليها يعني. والوقت سبحان الله يعني ما يعني يعني ما ظل عندي شك خالص انه هالجماعه انه خاف ادخل فيها او شيء، لا الحمد لله. وكل ما يعني اتفرج اكثر وعلى طول يعني فاتح القناه يعني بتفرج عليها، يعني كان هون ولا في سوريا يعني. وهناك يعني واجهت انتقادات حاده من قبل العنب الضيع هناك، يعني وجهوا علينا يعني شنوا علينا حرب الله وكيلك عشان هاي القناه. ونحن يعني نتشرف يعني انه اذا مثلا صار هناك يعني بناء مسجد ولا يعني يكون عندنا بالضيعة او بالمنطقه هناك، يعني كيف الامور هيك ان شاء الله يعني. تعالى ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله يعني ندعي انه الخليفه الخامس ايده الله بنصره العزيز انه بلكي يعني يقر هناك مسجد، بناء مسجد او هيك يعني ان شاء الله. ادعوا. المهم نستغل هاي الايام المباركة، أيام شهر رمضان المبارك، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يفتح بيننا وبين قومنا بالحق. والله سبحانه وتعالى هو خير الفاتحين، علينا أن نكثر من هذا الدعاء وندعو للأمة. بارك الله فيك الأخ هلال. معنا الأخ عبد الرحمن من السودان. السلام عليكم. السلام عليكم شريف. أهلا وسهلا. كيف حالك وضيوفك الكرام؟ الحمد لله رب العالمين. رمضان كريم وإن شاء الله ربنا يتقبل الصيام والقيام. آمين. أنا من الجماعة الأحمدية الجدد. ما شاء الله. متى بايعت؟ إن شاء الله. هل تسمعني؟ أسمعك. أنت خفض صوت التلفزيون عندك. اسمعنا من خلال السماعة، سماعة الهاتف. فهيك رايحين نسمعك أفضل وتسمعنا أفضل والمشاهدين يسمعوك أفضل. فأرجو أنك تخفض صوت التلفزيون نهائي. تفضل. ألو. نعم سامعينك. أول حاجة أبارك لأمير المؤمنين أيده الله بنصره العزيز وللأمة العربية الإسلامية، ونتمنى يعني أترسل رسالة لأمير المؤمنين يدعي لنا وللسودان ولجميع الأمة الإسلامية. وإن شاء الله ربنا يعني يدل على إمام الزمان ونورنا ونور جميع الإخوان إن شاء الله. إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. لا دقيقة، كيف تبايعت أخ عبد الرحمن؟ أين تعرفت على الجماعة؟ كيف تعرفت على الجماعة الإسلامية الأحمدية؟ عن طريق أخي كان في السعودية و نعم. ألو. نعم نسمعك. نعم. كيف تعرفت على الجماعة؟ قلت عن طريق أخوك. تفضل. عن طريق أخي. نعم. يعني جانا ورانا قال لنا يعني عيسى مات وما عاد ينزل و... واقتنعت. نعم. يعني في الكلام اقتنعت بكلام اخوك؟ لا جيت شاهدت القناه والحمد لله حضرت دلالة الامام المهدي المسلم عليه السلام ما شاء الله، واقتنعت تماما وبايعت يعني والحمد لله. الحمد لله، بارك الله فيك وجزاكم الله احسن الجزاء. نرجع الى اخ ربيع. ماذا؟ عندي تعليقين. نعم. يعني انا سمعت الاستاذ تميم وعندي تعليقين. بالنسبه للموضوع الاول، النقطه السوداء التي ممكن ان تكبر، اردت ان اذكر ان عباد الله الكمل او القريبين من الله سبحانه وتعالى انهم يبحثون بالمجهر عن هذه النقاط، انهم يمنعون انفسهم من دخول هذه النقاط الصغيره. وتوجد قصة للخليفة الأول المولوي الحكيم نور الدين القرشي، الخليفة الأول للإمام المهدي والمسيح الموعود عليه السلام، أنه كان يمشي في منطقة هو وواحدة من الصحابة، وكانت هنالك شجرة تفاح هي تابعة لشخص معين لبيت معين ولكنها تطل على هذا الممر. فأراد يعني صديقه أن يأخذ هذه التفاحة، وعرض عليه أن يفعل بنفس الطريقة، ولكنه قال أنا لا أستطيع أن أكل هذه التفاحة، مع أن الشجر يزرع في طريقة أنه في صورة أنه يمكن للذي يمر في الممر يعني أن يأخذ منه، كانت هذه عادة، ولكنه يعني قال إن لم يعطني هذا فأنا لا أستطيع أن أخذه، وقال يعني مازحا أن حساباتي ليست مثل حساباتك، يعني أنا أحاسب بطريقة يعني أصعب. وبالنسبة للاستغفار وتحقيق الأمنيات أو تحقيق الأدعية عن طريق الاستغفار، هناك قصة أخرى عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، أنه مر في يعني ورد في هذه القصة أنه لبس كإنسان عادي وأراد أن لا يعرفه الناس في منطقة أخرى ليست المنطقة التي هو موجود فيها،
وفي نهاية المطاف وجد نفسه يريد أن ينام في مسجد، فقالوا له أنت لا تستطيع أن تنام في هذا المسجد، هذا ليس مقبول. وفي النهاية وجد نفسه أنهم يخرجونه من المسجد، يعني يخرجونه بالقوة، فوجده خباز وقال ماذا تفعلون، هذا ليس يعني هذا ليس جميل، وأخذه وجعله ينام عنده. وهو نائم عند الخباز سمع الخباز يستغفر 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 يعني بقوة، فيعني استغفر لدرجة أنه ذهب إليه وقال له لماذا تستغفر بهذه الصورة، ماذا حدث؟ قال له ماذا أقول لك، كانت عندي أمنية أن أقابل الإمام أحمد بن حنبل. قال له والله لقد جررت إليك جرا بسبب هذا الاستغفار، فاستطاع أن يجد الإمام أحمد بن حنبل. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد علمنا أدعية في موضوع الاستغفار، وكان يقول اللهم طهر قلبي من الخطايا كما طهرت الثوب الأبيض من الدنس، وكان يدعو الله سبحانه وتعالى اللهم باعد بيني وبين ذنوبي كما باعدت بين الشرق المشرق والمغرب. هناك أدعية كثيرة كان يدعو بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعني سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الله تبارك وتعالى أن يطهر قلبه من وعمله من الرياء وله من الكذب، هذا ماذا يعني؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمح إلى الكمال، وأي نقص من الكمال هو في الواقع يمكن أن يوصف بهذا الوصف، يعني إذا لم يكتمل إيمانك ففي الواقع البقية بينك وبين الكمال هي كفر، هي ليست إلا الكفر أو النفاق. وإذا لم تصلح عملك وإذا لم يكن عملك موجها لله تبارك وتعالى فإنه يكون قد دخله الرياء، وإذا لم يحرص الإنسان على أن يصبح صديقا عند الله تبارك وتعالى فإن البقية الباقية من النقص في الصديقية هي في الواقع كذب. يعني هذا هو المعيار الذي النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز عليه، فهو طبعا حاشا لله أن ينافق النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يداخل عمله الرياء أو أن لا سمح له أي أدنى على الكذب، ولكنه كان يرى أن هنالك مشوار بيني وبين الكمال، هذا المشوار لابد أن أكمله ولن يكمله إلا الله تبارك وتعالى معي. إضافة إلى ذلك هنالك نقطة مهمة جدا، هو في الواقع الإنسان قد يصل إلى مرحلة أنه يتخلص من القيام بالأثام متعمدا، لكن هنالك مرحلة أخرى وهي لها بداية ولا نهاية لها، هو أن يقع في الأثام والذنوب، أو لنقل هي الأخطاء، لأن الإثم لا يعتبر إثما إلا إذا تعمده الإنسان، ولكن النتيجة هي نفسها، يعني الإنسان إذا قام بعمل ضار متعمدا وقع عليه الضرر، وإذا قام بعمل ضار غير متعمد فسيقع عليه الضرر أيضا. لذلك نحن ندعو في سورة الفاتحة ألا نكون من الذين غضب الله عليهم لأنهم قاموا بالخطأ متعمدين، أولا من الضالين الذين يقومون بالأخطاء دون أن يدركوا، يكونون ضالين غير مدركين لطبيعة هذه الأخطاء. فالذي يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأن الإنسان مهما بلغ من المراتب فإن علمه ليس بشيء مقابل العلم الإلهي غير المنتهي، فلذلك هو يحتاج دائما إلى الهداية الإلهية، يحتاج دائما إلى أن يأخذ الله تبارك وتعالى بيده ويسيره على دروب التقوى ودروب الصلاح، وأنه لن يكون مؤمنا حقيقيا طاهرا من النفاق إلا بمعونة الله، ولن يكون بعيدا عن الرياء إلا بمعونة الله، ولن يكون صديقا إلا بمعونة الله تبارك وتعالى. فلذلك قلنا قبل ذلك أن الاستغفار لا ينبغي أن يتركه المؤمن في أي مرتبة كان، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة.
نعم، هناك اقتباسات أخرى، لكن قبل أن نقرأ هذه الاقتباسات، هناك أدعية للمسيح الموعود عليه السلام. المسيح الموعود عليه السلام كان قد تلقى من الله سبحانه وتعالى وعلمه بعض الأدعية: ربنا اغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، رب اغفر وارحم من السماء. يعني أنا أنصح الإخوة والأخوات أفراد الجماعة الإسلامية الأحمدية أن يسجلوا هذه الأدعية: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وادفع بلايانا وكروبنا، ونج من كل هم قلوبنا، واكفل خطوبنا، وكن معنا حيثما كنا يا محبوبنا، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا، إنا توكلنا عليك وفوضنا الأمر إليك، أنت مولانا في الدنيا والآخرة، وأنت أرحم الراحمين. مرة أخرى، وإذا كنتم تأخذون أقلام وأوراق سجلوا هذه الأدعية وكرروا هذه الأدعية، وخاصة في هذه الأيام المباركة، لأن هذه الأدعية الله سبحانه وتعالى علمها للإمام المهدي والمسيح الموعود عليه السلام: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وادفع بلايانا وكروبنا، ونجي من كل هم قلوبنا، واكفل خطوبنا، وكن معنا حيثما كنا يا محبوبنا، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا، إنا توكلنا عليك وفوضنا الأمر إليك، أنا في الدنيا والآخرة، وأنت أرحم الراحمين. مشاهدينا الأكارم، نحن بانتظار اتصالاتكم إما عبر الهاتف أو المشاركة الحية لتحدثونا عن تجاربكم الروحية، التجربة كيف بايعتم، كيف تقدمتم روحانيا بعد انضمامكم لهذه الجماعة المباركة، الجماعة الإسلامية الأحمدية، وبايعتم الإمام المهدي والمسيح الموعود وانضممتم إلى نظام الخلافة، بايعتم خليفة الوقت أيده الله تعالى بنصره العزيز. أخر بيع، ماذا تريد أن تقرأ على سمعنا؟ للمسيح الموعود والإمام المهدي عليه السلام في سفينة، في كتاب سفينة نوح، قائلا: إذا استعان هؤلاء بالله واستغفروه فحينئذ يمكن أن يزول ما بهم من ضعف بتأييد من روح القدس، ويستطيعون أن يتجنبوا الذنوب كما يتجنبها رسل الله وأنبياؤه. وأما إذا تاب الآثمون واستغفروا الله نفعهم الاستغفار وتجنبوا مغبة الإثم، أي نجوا من العذاب، لأن الظلمة لا يمكن أن تبقى بعد إشراق النور. وأما الذين لا يستغفرون الله بعد جرائمهم ولا يستعينون به فينالون الجزاء على سوء فعلهم حتما. يعني هذا الاقتباس يؤكد ما ذكرناه قبل قليل، هو أن للجرائم عقوبة، وهذه العقوبة لابد أن ينالها الإنسان حتى في هذه الحياة الدنيا. فلذلك بالاستغفار الله تبارك وتعالى سيمنع عنهم أن يصابوا بهذه النتيجة. أيضا هذا ذكرتني بأدعية المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، ففي أحد الأدعية يقول: الذي علمه من الله تبارك وتعالى رب كل شيء خادمه، رب فاحفظني وانصرني وارحمني. فالمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام يذكر، يعني هذه عبارة عن صيغة من صيغ الاستغفار أيضا، أن الاستغفار هو يتضمن هذه الأمور، أن الله تبارك وتعالى هو مالك لكل شيء وكل شيء بيده، فالله تبارك وتعالى قادر على أن يرحم الإنسان وينصره أو يحفظه، يعني يحفظه أولا، يحفظه من كل شيء، من عواقب ذنوبه ومن كل الأعراض التي يمكن أن تواجهه، كذلك ينصره، أن ينصره، وكذلك أن يرحمه برحمته وبفضله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد علمنا صيغة الاستغفار، التي في الواقع لو تفكر فيها الإنسان لفهم كل مضمون الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم سماها صيغة سيد الاستغفار، وهي التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يعني في بداية هذه الصيغة الجميلة الرائعة، ولا شك أنه علمها من الله تبارك وتعالى، فيها في البداية إقرار بالربوبية: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، بمعنى لا رب لي ولا إله إلا أنت، أنت الذي خلقتني، وأنت الذي، وأنا سأعمل وسأسعى لأن أكون على عهدك ووعدك ما استطعت. يعني بمعنى أنك قد وضعتني في هذا العالم وخلقتني وفتحت لي هذا الطريق، ولكنني سأعمل بأقصى جهد لي لكي أقوم
ما ينبغي علي، أبوء لك بنعمتك علي. هنا أولا اعتراف بالنعم الجزيلة التي على الإنسان، فعلى الإنسان أن يتذكر نعم الله تبارك وتعالى، خاصة عندما يقرأ الفاتحة يقول الحمد لله رب العالمين. نعم. الرحمن، بصفة الرحمن، كيف أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بكل هذه الإنعامات بدون أي جهد منه. بالضبط، فأن يتذكر أولا قبل الاستغفار. نعم. على الإنسان أن يتذكر النعم والإنعامات الكثيرة التي أنعم الله تبارك وتعالى به عليها. نعم. عليه بها قبل أن يفكر في أن آخر، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك أعوذ بك من شر ما صنعت. بداية يستذكر الإنسان الجرائم والتقصيرات والآثام التي قام بها، وأبوء لك بذنبي، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي. بعد أولا قال أعوذ بك من شر ما صنعت، ثم أبوء لك بنعمتك علي، تذكر النعمة مرة أخرى، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فلا يغفر الذنوب إلا أنت. يعني هذا يدل على أن دعاء الاستغفار يتعلق بالنعم ويتعلق أيضا بالذنوب والتقصيرات التي يقوم بها الإنسان، والإنسان يطلب من الله تبارك وتعالى أن يتدارك هذه كلها. الله أحسن الجزاء. معنا اتصالين، اتصال من الأستاذ توفيق أبو العزم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ محمد. أهلا بك. طبعا في الأول كل عام وأنتم بخير جميعا، أنت بخير. الحاضر والغائب. وبالنسبة بقى للسماح بتاع أمس ده، أنتم كمان تسامحوا حسن مبارك على اللي عملوا معاكم في موضوع قفل الإذاعة الأحمدية الام بي اي، وكمان تسامحوه على اللي سجنهم 40 يوم 45 يوم سجنهم عنده في السجن بدون أي ذنب وبدون أي شيء، 80 يوم يعني حاجة زي كده برضو. انتوا سامحوه واعلنوا بقى من المحطة اللي هو ورجالته قفلوها، يشوفوا ايه رب ضرة النافعة يا عم يا حسن. دي خطة ربنا، هو يعني الجماعة احنا افراد نخدم وندعو الله سبحانه وتعالى ان يتقبلنا، هي خطة الله عز وجل، هي حرب ضد الجماعة الإسلامية الأحمدية، هي حرب مع الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لا يقف أمامه لا سلاطين الدنيا ولا الجبال. يعني لو وقع مبارك بين أيدينا، يعني بين أيدينا نحن بأنفسنا، لقلنا له اذهبوا فأنتم طلقاء، يعني تقريبا عليكم اليوم. نعم، يعني لا، ليس في قلوبنا أي شيء، نحن نفرح بنصر الله تبارك وتعالى، ولكننا لا نحقد على أحد ولا نريد أن ننتقم من أحد، فالله تبارك وتعالى هو المنتقم الجبار الذي يرى كل شيء وكل شيء بيده. نعم. طبعا المهم، نعم. المهم أنتوا تسامحوه على فلام المحطة وعلى السجن اللي هو حطهم في السجن بدون أي ذنب وبدون أي شيء، يعني ربنا بيعلم في قلوبنا، يعني احنا بنتحدث في الموضوع، يعني انا شخصيا بقول لك شفقان عليه، يعني يعني افضل من غيره، يعني غيره يام هو جاله شعار ولا تشفي، هو جاله شعار صغير كده ولا تشفي يا رب، هو كله بقدرتك يا رب. الولد ابنه اللي اتخطف زي الوردة، عيل زي الوردة، ولا مرض ولا اي شيء، اتخطف منه كده، ما نقدرش نبحث كده وندور ونشوف ايه. وبعدين لما كان بيحصل اي حاجة ملفتة للشعب بتاعه او للشباب او للمعاينات العليا او الناس اللي معاه شهادات عالية ومش عارف بيعملوا ايه، يقول لهم سيبوهم يلعبوا، سيبوهم خلوهم يتسلوا. لا، اللي بيتسلوا شوفوا هم عملوا ايه يا عم حسني ومبارك. بارك الله فيك الاخ توفيق ابو العزم، جزاكم الله احسن جزاء. معنا اتصال اخر من كنترول، من معنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أستاذ محمود، تفضل. كل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير، بالصحة والسلامة. ورمضان كريم. عاد الله على سيدنا أمير المؤمنين وعلى الجماعة الإسلامية الأحمدية باليمن والبركات ومن نصر إلى نصر. إنني بعد إيماني بالإمام المهدي والمسيح الموعود أصبح همي وغمي كيف أبلغ دعوة سيدي أحمد عليه السلام، فأوجب الله أني أن يجري على لساني كلمات ما قلتها قبل هذا قبل ذلك،
وما صعب علي شيء حتى أراني الله حلا له، فأراني كيف تكون الجماعة، وأراني معنى كيف تخرج الشمس من مغربها، وكيف تغلق أبواب التوبة بعدها. وفسر لي آية بالصوت والصورة، وأراني كيف فسر الخليفة الثاني سيدي بشير الدين محمود رضي الله عنه القرآن الكريم. وبعد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. لقد أراني الله في المنام أنك إن لم تدخل في جماعة المؤمنين فإنك لست منهم، لأن الغصن الذي الغير متصل بالشجرة لا ينمو ولا يثمر ولا يثمر. فأراني أني جالس أمام القناة الأحمدية وهي تنقل الاحتفال السنوي للجماعة بمحافظة الفيوم، وهناك راية بيضاء معلقة في السماء مكتوب عليها بخط أحمر واضح: الجماعة الإسلامية الأحمدية بالفيوم. فقلت في نفسي: وهل هناك أحمديين في الفيوم حتى تكون هناك جماعة؟ ولكني فهمت أن علي أن أبدأ بنفسي أولا ثم تكون الجماعة، كما بدأ سيدنا الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه السلام بنفسه فكانت الجماعة. فإن قبلتموني فقد أحييتموني، وإن تركتموني فإني أموت ولا تموت محبتي لكم. وفي ذات ليلة قرأت قول الله تعالى: والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون. فسألت في نفسي: هل هذا إحياء مادي أم روحاني أم هم معا؟ ثم تذكرت الدعوة الأحمدية وكيف إحياؤها، وإني لم أعط العلم الكافي في هذه الدعوة. ثم بكيت وقلت: رب أرني كيف أحيي الموتى وأنا ميت مثلهم. ثم نمت فرأيت في المنام في أني أدعو أحدا إلى الأحمدية وأشرح له ما هي، فيبتسم لي وكأنه قبلها. ثم تتحول الصورة إلى أرض فلسطينية قد نزل عليها الماء، وهذه الأرض ليست بالرطبة أي كثيرة الماء ولا باليابسة أي قليلة الماء. ثم أي بقدر، نزل عليها الماء بقدر، فتخرج من هذه الأرض نبتة الذرة وتنمو وترتفع إلى السماء حتى تبلغ طول الإنسان. ثم أدعو واحدا آخر فتتكرر نفس الصورة الأولى. ما معنى هذا في القرآن الكريم؟ هو قول الله تعالى: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به بين الناس كمن هو في الظلمات ليس بخارج منها. وقوله تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي هناك مبعوث سماوي جاء ليحيي النفوس والقلوب الميتة، فعلينا اتباعه والسير على منهجه حتى نسمو ونرتفع إلى السماء ونكون من أهل الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، آمين، ونعوذ بك من سخطك والنار. والسلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر من المدينة المنورة. السلام عليكم. عليكم السلام يا أخ محمد، أهلا بك. كيف حالك يا أخ محمد؟ واللي جنبك. الحمد لله رب العالمين. الأخ ربيع. نعم فضل. والله ما أرى في موضوعكم بالنسبة للتكفير وما التكفير، أنا ما أرى فيها أي شيء، وأنا ما أشوف داعي للتكفير ولا شيء. ناس ربانيين، ناس مسلمين، هذا هو حق الإسلام الصحيح. الله يبارك فيك، هذا فترتك. أنا أشرح على الناس وألوم الناس اللي يقولوا كافرة، من فين كافرة وهذا كله؟ خلي يتابعوا التلفزيون ويتفرجوا على البرامج ويشوفوا، ما هو معقول الكلام هذا. الله يبارك فيك. يعني أنا بنصيحتي لكل إنسان يتفرج على هذه القناة
وكما قال الله عز وجل أعوذ بالله من شر الذين آمنوا إذ جاءكم فاسقا بنبأ فتبينوا، فعليهم أن يتبينوا ويتابعوا البرامج ويتابعوا القناة ويشوفوا هذول هم حق الإسلام المسلمين وما له داعي التكفير هذا كله. الله يبارك فيك وجزاكم الله أحسن الجزاء. فعلا يعني ما نصيحة لكل، يجب أن لا تقولوا لا تسمعوا لهذا القرآن كما كانوا يقولون في الجاهلية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، يجب أن يسمعوا. المشكلة أنهم يعملون يظنون أنهم يعملون أمور صحيحة وهي مخالفة لقول الله عز وجل. لا نريد منهم أن يأتي وقت يقولوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. عليهم أن يستمعوا ويتبعوا التي هي أحسن. نعم، والله تبارك وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بمعنى أنهم ينبغي ألا يسيروا وراء بعض المزورين الذين يقولون بأننا كافرون وبأننا مضللون والعياذ بالله، وإنما عليهم أن ينظروا بأنفسهم في أحوال هذه الجماعة. وكما تفضل الأخ الكريم، يعني يكفي أن ينظروا ويروا إن كنا بالفعل نحن مسلمون أم غير مسلمين. فلا بد من يعني ولا لا يمكن لأي إنسان أن يقف أمام الله تبارك وتعالى وأن يرتضي بأن يكون في هذا الوضع أمام الله تبارك وتعالى عندما يقول بأنني قد حكمت بناء على أقوال ودون أن أتحقق وأتبين بنفسي. فكيف إن كان هذا الرجل المبعوث هو المبعوث الذي بعثه الله تبارك وتعالى لإصلاح حال الأمة؟ يعني من جانب هنالك تكفير للمسلمين، وهذا التكفير مبني على الخطأ ودون تبين ودون استيضاح، هذا لا شك هو جانب مهم جدا. وإن كانوا مخطئين فقد وقعوا في تحت غضب الله تبارك وتعالى وتحت طائلة عقابه وعذابه. ولكن كيف إن كان أيضا هذا الكذب وهذا التكفير لهذا المبعوث الذي أرسله الله تبارك وتعالى لإصلاح حال هذه الأمة ولإخراجها من البلاء والمآسي التي تعيش فيه؟ فبذلك يتضاعف عذابهم ضعفين، عذاب بسبب أنهم لم يتبعوا وبسبب أنهم تركوا أنفسهم في الضلال، وعذاب آخر هو نتيجة لأنهم قد خالفوا أوامر الله تبارك وتعالى. فهذا سيجلب عليهم وسيسرع من وتيرة العذاب ومن قوته على رؤوسهم، وهذا ما لا نرجوه ولا نحبه. فقط ملاحظة صغيرة، البارحة تحدثنا عن مفهوم الاستغفار وفهمنا أن الاستغفار ليس شيء يعني بسيط أو شيء صغير بأن الإنسان مثلا يعد ربه بأنه يريد أن يمشي في الصراط المستقيم، بل قلنا هناك مدارج يعني وشروط للاستغفار، بدأت بالندم وذهبت إلى أن أرجع للمظلوم حقه، ووصلت إلى المستويات التي فيها الإنسان يضع حدا بينه وبين هذه الأثام أو المعاصي. يعني المشاهد يجب أيضا أن يحصل أحيانا يعني أظن على طريقة أو على كيفية. فمثلا إذا انشغل هذا الإنسان بأعمال في كل ما يتعلق بإعلاء كلمة الحق مثلا في التبليغ أو في أمور حسنة، إذا انشغل هذا الإنسان فهذا الانشغال في الله سبحانه وتعالى يساعده على عدم الرجوع. يعني نحن بفضل الله في الجامعة الإسلامية الأحمدية عندنا مجالس كثيرة وعندنا نشتغل في أمور عديدة، إن كان ذلك في التبليغ مثلا أو في هذا التلفزيون الأحمدي أو في الإنترنت أو في الإرشاد والإصلاح. وهذه الأمور إذا انشغل الإنسان فيها وكان له عمل دائم، فإن هذه الأمور يعني تبدو كالمصباح المضيء الذي يساعد الإنسان على عدم السقوط مرة أخرى والرجوع إلى ما كان عليه. نعم، بارك الله فيك، هذه النقطة مهمة جدا وقد تضمنتها صيغة سيد الاستغفار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول المؤمن خلقتني وأنا عبدك، أي أنني مطيع لأوامرك خاضع لك تابع لكل ما أمرتني به، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. بمعنى أنني أسير على سبل رضاك وأعمل في سبيلك وأجاهد في سبيلك وأحاول أن أصل إليك وفقا لما أتحت لي. فلا شك أن الانخراط في الدعوة والانخراط في العمل في سبيل الدين والجهاد في سبيل الله هذا يؤدي إلى تعزيز القوة الداخلية للإنسان ويؤدي إلى غفران الذنوب، لأن يعني الله تبارك وتعالى ينظر إلى العمل وإلى
الإرادة، يعني ينظر إلى ما في قلوب الناس وينظر إلى أعمالهم، بمعنى أنه لا يكفي أن يكون الإنسان راغبا في أن يتخلص من ذنوبه، ينبغي أن يبذل جهدا كاملا كي يتفضل الله تبارك وتعالى عليه ويغفر له. نعم، معنا اتصال من بلجيكا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت بشرى من بلجيكا، بعرف نقلتي على هولندا. نعم. وأنا مش عارف. الحمد لله بخير أخواني الأفاضل. بداية أبارك لكم هذا الشهر الكريم. بارك الله فيك. وأتمنى من الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يقبلنا في عباده الصالحين. اللهم آمين. في مجلسنا هذا لا يفوتنا نحن الأحمديون أن ندعو خير الدعاء وهو الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. ومن باب شكرنا لله سبحانه وتعالى ينبغي أن نشكركم فردا فردا على ما تقدموه من برامج عظيمة وفقكم الله بها لفتح قلوب الكثير من الناس للإيمان. اللهم آمين. وزادكم الله فضلا بأن جعل لكل منكم أيادي بيضاء على جماعتنا هنا في بلجيكا. فالأخ محمد شريف عندما حضر جلستنا العام الماضي نفخ الله روح بركة في كلامه ففتح قلوب 14 شخصا للمبايعة في ذلك الوقت. والأخ محمد والأخ تميم في جلسة بريطانيا العام الماضي أيضا لبشاشته وتواضعه وحسن عرضه لعلوم الإمام المهدي عليه السلام بايع عدد من الأخوان الذين كانوا قد ذهبوا ضيوفا لحضور جلسة بريطانيا. أما الأخ ربيع فقد كان خير لنا هنا في توفير مواد تبشيرية ساعدتنا في حملتنا التبشيرية لهذا العام. والحمد لله كان هناك الكثير من البيعات على إثرها. فندعو المولى القدير أن يثبت قلوبنا على الإيمان. آمين. وأن يشد وثاقنا بالخلافة. آمين. وأن يوفقنا لخدمة دينه ونشر إسلامنا العظيم وتعاليمه السمحاء في كل مكان. آمين. وأطلب من حضرتكم في هذه الأيام المباركة دعاء خاص لأهلنا في سوريا. الله بأن يعيد الله الأمن والسلام. آمين. لبلدنا الحبيب. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا الجماعة بلجيكا ما شاء الله نشيطة بالدعوة والتبليغ وبانتظار اتصالات من إخوة وأخوات من بلجيكا. فأخت بشرى شد الهمة وخلي الإخوان والأخوات يتصلوا ويشاركونا في هذه الأمسيات المباركة. بارك الله لك وجزاكم الله أحسن الجزاء وزادك نور على نور. الأخت بشرى، ملاحظة صغيرة ذكرت قبل قليل أن الإنسان يجب أن يهتم بأن ينشغل في هذه الأمور. أذكر أن الخليفة الحالي أيده الله تعالى بنصره العزيز ذكر شيئا جميلا في أحد خطب الجمعة، قال أن الإنسان المؤمن يجب أن يهتم بأن يكون سراجه مضيئا لدرجة بأنه ليس فقط ليمنعه من السقوط بل ليقول للناس احذروا من هذا ومن ذاك، لأنه سيرى إلى مدى بعيد. أما الذي لا يهتم بهذه الأمور والذي يكسل ويكون في غفلة فإن هذا المصباح سوف ينطفئ وهو بنفسه سوف يقع كلما أراد أن يمشي خطوة في هذا السير. نأخذ الأخ يوسف من العراق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا شيخنا العزيز. تفضل. شلون صحتك؟ الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله طيبين. الحمد لله. شيخنا أنا إحنا أنا من الأنبار من العراق. أهلا وسهلا. من محافظة الأنبار. أهلا وسهلا. أنا وعائلتي جاي نتابعكم من يعني قديم، صار لنا تقريبا أسبوع أكثر. بس ما جاي نفهمكم يعني شنو أنتم من يعني تبعون من، وجاي أريد نعرف بس حل الإمام المهدي الموعود سلام الله عليه. نفس اللي يتفقون على الشيعة لو غيره ما جاني فهمت، بس اريد نفهم يعني اريد توضحون لنا. الله يبارك فيك، جزاكم الله احسن الجزاء بداية على اتصالك
منرحب فيك وإن شاء الله الأخ تميم بجاوبك. تفضل أخ تميم. جزاك الله أحسن الجزاء. طبعا الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام هو حضرة ميرزا غلام أحمد القادياني الذي ولد في عام 1880 وتوفي عام 1908، وهو يعني كان قد كلفه الله تبارك وتعالى بمهمته في الدفاع عن الإسلام، بداية في الهند عندما هاجم التنصريون المسيحيون الإسلام بشراسة وضراوة، ويعني أرادوا تحويل المسلمين إلى المسيحية، وكان سلاحهم القدح في الإسلام وفي شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فدافع عن الإسلام دفاعا مستميتا، وكتب المقالات ثم الكتاب العظيم البراهين الأحمدية ثم المناظرات، وبعد ذلك أيضا عددا من الكتب العظيمة التي وضح فيها جمال الإسلام وجلاله، ويعني وسبحان الله تبارك وتعالى أقام الله تبارك وتعالى بعده الخلافة الراشدة التي وعد بها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلافة الراشدة سترفع في فترة من الفترات ثم ستعود مرة أخرى إلى هذه الأرض. فلا بد لك لكي تعرف مزيدا من التفاصيل أن تطلع أكثر على قناتنا وأن تراجع موقعنا، كذلك يمكن للإخوة أن يوصلوك إلى بعض الإخوان في محافظتك حيث سيتصلون بك. المهدي الذي عند الشيعة، في الواقع إن أصل الفكرة الموجودة عند الشيعة لا شك هي صحيحة. المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام بيّن بأن حتى الروايات التي قد تبدو أحيانا بأنها غريبة وعجيبة يمكن أن تؤول ليفهم منها يعني الأمور على حقيقتها. فلا شك أن قوة عقيدة الإمام المهدي في الفكر الشيعي هامة جدا، ويجب أن تدفعهم لكي يبحثوا عن المهدي الحقيقي، المهدي الذي ولد وقام بمهمته وأسس الله تبارك وتعالى من بعده الخلافة الراشدة، لا ذلك المهدي الذي في أذهانهم والذي يظنونه قد غاب منذ أكثر من 1250 عاما وأنه ما زال غائبا، ورغم طبعا كل ما أصاب هذه الأمة من ويلات ومصائب ونكسات وحتى الآن لم يظهر. فعليهم أن يستفيدوا مما لديهم في معرفة هذا الإمام المهدي الحقيقي الذي أيده الله تبارك وتعالى بالآيات الواضحات ونصر الإسلام على يديه بشكل عظيم جدا، وما زالت هذه المسيرة مستمرة بفضل الله تبارك وتعالى. أنا الأخ الكريم أريد أن أقرأ عليك اقتباس، وخاصة هذا الاقتباس بكلمات سيدنا الإمام المهدي والمسيح الموعود لأحد العلماء من بغداد، وقال له عليه السلام إذا يعني صعب عليك الدراسة وقراءة الكتب والبحث، أريد أن أعطيك طريق سهل قصير، يعني إن كنت لا تقدر على هذا السفر البعيد فلك طريق أخرى، فإن كنت فاعلها أولا فأخرج أولا من صدرك كل ما دخل فيه من سوء الظن، ثم توضأ وصلي ركعتين وصلي وسلم واستغفر استغفار التائبين، ثم اضطجع إلى مستقبلا على مصلاك وتخلى بمناجاة مولاك، واسأل الله لاستكشاف حالي وحقيقة مقالي، ثم قل ثم نم قائلا يا خبير أخبرني في أمر أحمد بن غلام مرتضى القادياني، أهو مردود عندك أو مقبول؟ اسأل الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى قال ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني لا ينفعنا لا المشايخ ولا الناس ولا توجه إلى الله سبحانه وتعالى، توضأ أخرج أي سوء ظن وتوضأ وصلي ركعتين واسأل الله سبحانه وتعالى في حقيقة هذا الرجل، إن كان هو الإمام المهدي فلا بد من مبايعته، لأن خلاص الأمة لا يتم إلا من خلاله، لأن كل الأبواب أغلقت إلا بابه، هذا ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوجهنا إلى المنظمة الفلانية أو للمؤتمر العلاني، قال
فالزموا جماعة المسلمين وإمامهم. وإمام المسلمين اليوم الخليفة الذي أعلن عن نفسه أنه هو الإمام المهدي وهو المسيح الموعود هو حضرة ميرزا غلام أحمد عليه السلام. نحن لا نتبع أي مجتهد ولا أي مجرد شيخ، لا، هو شخص قال إني من الله، إني من الله. فأدعو الله سبحانه وتعالى، استغل كل المشاهدين، لماذا تخجل من الدعاء لله عز وجل؟ هذه قضية إيمان وكفر، قضية رفض مبعوث السماء مصلح هذا الزمان. هو أدعو الله سبحانه وتعالى، هو يقول لا أقول لكم أن تقبلوني من غير برهان وآمنوا بي من غير سلطان. فتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى وادعوا الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى سوف يريكم الحق حقا. لكم إله حي، إلهنا إله حي، يجيب دعوات الصلحاء. توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى واستكشفوا في يعني حال حضرة ميرزا غلام أحمد، أهو مقبول عنده أم مردود. نخرج إلى استراحة قصيرة ثم نعود إليكم ثانية بانتظار اتصالاتكم مشاهدين الأكارم، خاصة أفراد الجماعة الإسلامية الأحمدية، لنسمع عن تجاربكم، كيف بايعتم، كيف أثرت فيكم الأحمدية. يمكنكم أن ترسلوا فقط عبر الإيميل sharik@mta.tv رقم الهاتف، ونحن نعود ونتصل بكم. والسلام عليكم إلى بعد ما بعد الفاصل. قال الحق الهادي النور، إني معك يا مسرور، إني معك وملائكتي ترفع ذكرك في المعمور. بشرى يا ابن رسول الله وحفيد من اتبع خطاه، مهدي مبعوث فينا ومطاع وهو المأمور. نحن بصدق بايعناك وعلى العهد عاهدناك، إنا معك إنا معك يحيى مسرور المنصور. يا قائدنا ومربينا ومعلمنا ومزكينا، بالحق تقود أمانينا لصروح المجد المسطور. تتلو آيات الرحمن وتزكينا بالقرآن، بالحكمة أكرمك المولى وبفيض علوم كبحور. وعد الله بالاستخلاف وخليفته بالإنصاف، سلسلة من طه الهادي وحضور يتلوه حضور. قال الحق الهادي النور، إني معك يا مسرور، إني معك وملائكتي ترفع ذكرك في المعمور. قال الحق الهادي النور، إني معك يا
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مشاهدينا الأكارم، نحن معكم في حلقة من حلقات مجالس الذكر، مجالس الذكر، وكنا كما عودناكم هناك دعاء كان يدعوه الرسول صلى الله عليه وسلم، وخاصة الحديث الذي جاء اللهم إني أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نعم، نحن بانتظار اتصالاتكم عبر الهاتف أو المشاركة الحية. أستاذ تميم، بارك الله فيكم. كنتم قبل الفاصل قد تفضلتم وذكرتم كيف أن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام قد وجه الشيخ البغدادي، وطبعا هذا موجه لكل من يستمع إلى دعوة الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، وهو أن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى سائلا في أمر الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. الحقيقة أن الإنسان مهما بلغ من العلم فإنه لا يمكن أن يحسم مسألة الإيمان بفهمه وبعقله وبإدراكه وبقدراته، هذه مسألة ليست أصلا بمستطاعه هو. الإيمان هو نور يقذفه الله تبارك وتعالى في قلب الإنسان، في قلب الإنسان الذي يستحق هذا النور. وأساس قذف، أو لنقل إذا كان هنالك قاعدة أو قانون لقذف هذا النور في قلب الإنسان، هو أن يستسلم الإنسان إلى الله تبارك وتعالى، وأن يستغفره استغفار التائبين، وأن يقول له يا رب إنني لا حول لي ولا قوة ولا قدرة ولا علم، وإنني أريد منك أن تهديني إلى صراطك المستقيم. أصلا الغاية من بعثة الأنبياء عموما هي أن يوصل الناس بالله تبارك وتعالى، فلا شك أن الذي يطلب منك أن تتوجه إلى الله تبارك وتعالى لكي تستعلم في أمره ولكي تعلم إن كان هو على الحق، فهذا لا بد أن يكون على الحق. لماذا؟ لأنه يعني من خلال الوسيلة يوصلك إلى الغاية، يعني الغاية هي في النهاية، الغاية من بعثة الأنبياء كما قلنا، والغاية من بعثة الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام في زمننا هذا، هي أن تعيد الناس إلى الله تبارك وتعالى، أن تربطهم مع الله تبارك وتعالى. فلا شك أنك إذا توجهت إلى الله تبارك وتعالى وحرصت على أن تستعلم في هذا الأمر، فأنت تكون قد حققت الغاية من خلال الوسيلة، ثم يعني هذا يؤدي بك إلى أن ترتبط بعلاقة قوية وثيقة تزداد وتتطور مع الله تبارك وتعالى. لذلك بالفعل أقصر الطرق هو التوجه إلى الله تبارك وتعالى، ليس للبسطاء وإنما للعالمين أيضا. الذي يعلم في الواقع أكثر الناس علما هو من علم مقدار جهله، فلا شك أن الإنسان بقدر ما يزداد في العلم فإنه يدرك أن أمامه بحورا ومحيطات من الغير المعلوم، من الأمور التي يجهلها، وأنه يحتاج إلى أن يعلم المزيد، وأن علمه له بداية ولا نهاية له، والعلم الكامل هو لله تبارك وتعالى. فالعالم هو الذي سيكون أكثر خشية لله تبارك وتعالى، وأكثر علما بأنه لا يمكن أن يصل إلى الحقيقة إلا بالله تبارك وتعالى. أما الذي يستكبر بما لديه من العلم القليل، والذي يظن بأنه بفهمه وبإدراكه يستطيع أن يصل إلى حقيقة الإيمان أو إلى أن يعرف المبعوث، فهو في الواقع واهم. إن الذي يغتر بعلمه والذي يظن أن علمه يكفيه في الواقع يكون قد وقع في قبضة الشيطان. لذلك من المهم جدا أن يدرك الإنسان بأن الإيمان النقي، الإيمان الأكثر سموا، الإيمان الصديقي، هو الإيمان يعرف الإنسان المبعوث الإلهي بمجرد أن يراه أو أن يعرف أحواله. هذه هي الصديقية. ليس يعني لنقل ليس من الفضل إذا قال أحد والله إنني قد دخلت الجماعة بعد أن بحثت لثلاث سنوات أو لعشر سنوات ثم تبين لي بأن هذا هو الحق. في الواقع هذا ليس فضلا، لا ينبغي أن ينظر إليه إنسان ويقول وفضل بأن الله علينا. نعم وفضل الله، ولكنها طريق طويل،
فعلى الإنسان أن يطلب من الله تبارك وتعالى أن يقصر طريقه. يعني لا شك أنه الله تبارك وتعالى هو الذي أعطى هذه الحجج وهو الذي أعطى هذه البراهين وهذه البينات، ولكن بقدر ما يكون الإنسان محتاجا إلى أدنى عدد وحد من البراهين بقدر ما يكون قلبه أكثر صفاء وأكثر معرفة لله تبارك وتعالى. لذلك لا ينبغي على أحد أن يظن بأنني إذا سارعت في الإيمان فإنني سأهين نفسي أو سأعرض نفسي للخجل ويعني للانتقاد، لا، على العكس تماما. إذا كنت مسارعا هذا الحق بسرعة ووضعت يدك في يد المبعوث وفي يد نائبه وخليفته الآن، فأنت مرضي عند الله تبارك وتعالى، معزز مكرم عند المؤمنين، ومعتبر عند العقلاء وعند العلماء أيضا. نعم، بارك الله فيك. أستاذ ربيع، ماذا تريد أن تقرأ لنا؟ اقتباس آخر للإمام المهدي والمسيح الموعود، يقول فيه: التوبة والاستغفار أمران مهمان، ويفوق الاستغفار التوبة من وجه، لأن الاستغفار عبارة عن الاستعانة والاستمداد من الله تعالى، والتوبة عبارة عن الوقوف، وقوف الإنسان على قدميه. ومن سنة الله أنه إذا استعان به الإنسان وهب له قوة يقوم بها على قدميه. مرة أخرى. التوبة والاستغفار أمران مهمان، ويفوق الاستغفار التوبة من وجه، لأن الاستغفار عبارة عن الاستعانة والاستمداد من الله تعالى، والتوبة عبارة عن وقوف الإنسان على قدميه. لله أنه الإنسان وهب الإنسان له قوة يقوم بها على قدميه، وبالتالي يتمتع بقوة لكسب الحسنات، الأمر الذي سمي بتوبوا إلى الله في الآية القرآنية، فقد وضع الله تعالى فيها طريقا للسالكين، وهي أن يستعين السالك بالله دوما، فإن لم يستمد منه طاقة وقوة فماذا إذن بوسعه أن يفعل؟ يوفق الإنسان للتوبة بعد الاستغفار، والتوبة تفقد قوتها إن لم يكن معها الاستغفار. نعم، أنا علي إبراهيم من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك أستاذ محمد؟ الحمد لله رب العالمين. تحية لك والأخ ربيع والأخ تميم على هذه البرامج الرائعة. الله يبارك فيك. ولكن هناك بعض القنوات التبشيرية، وخصوصا رجعنا مرة ثانية إلى القمص زكريا بطرس، لقد ظهر على أحد القنوات التبشيرية المسيحية وهي قناة الفادي، وللأسف يعني بدأ ينال من الدين الإسلامي ومن سيدنا الرسول من بعض الأحاديث وبعض تأويلات تفسيرات الآية القرآنية، كمثل قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء تبدو لكم تسؤكم، يفسرها خارج سياقها ويقول بأن الإسلام يحجر على العقل والتفكير، وأنه مجرد فقط يتلقى الأوامر دون أن يفكر أو أن يشغل عقله، فقط يقول أنك افعل كذا ولا تفعل كذا ولا تسأل عن أي شيء لا يعجبك. فرجعنا إلى هذه الأسطوانات مرة ثانية من هذا القمص، وأنا أتوقع أنه لا أحد يستطيع أن يرد عليه سوى حضرتكم أنتم، يعني أكثر أناس يجيدون الرد على مثل هؤلاء الأشخاص هم أنتم. فأنا نتمنى أن تفسحوا بعض المجال للرد على هذا، وشكرا. بارك الله فيك. ندعو كل المشاهدين من يسمع، طبعا نحن قد رددنا وبسلسلة أحسن القصص نرد على الاعتراضات، هذه ليست اعتراضات جديدة، هي يعني يعيدون من الاعتراض بطريقة جديدة، لكن لا إشكال، نحن ندعو كل الإخوة من يسمع أي اعتراض وعنده شبهة يستطيع أن يتصل بهذه البرامج، إما مجالس الذكر أو الحوار المباشر، أو يكتب لنا ويمكن أن نجمع هذه إذا كانت هناك تساؤلات، لأن كثير منها من يعرف الرد عليها، لكن من لا يعرف يستطيع يمكنه أن يكتب لنا، وإن شاء الله نعد برنامج خاص للرد على هذه الاعتراضات، لكن كما يقال الشمس
لا تحجب بغربال. الحمد لله قد رددنا عليه وكانت الردود صاعقة، وشهد بذلك القس عبد المسيح الآن أظن بسيط، قال دنت أتعبت الكنيسة، يعني ما فيش حاجة للكنيسة تعملها إلا ما ترد على اعتراضاتكم. فالحمد لله يمكن الرجوع إلى الموقع الجماعة، متابعة الحلقات الماضية، ويمكن أن نرد بحلقات جديدة، لا إشكال في ذلك. لكن للتسهيل يمكنكم أن تكتبوا الاعتراض وترسلوه على العنوان شارك أو على موقع الجماعة islamahmadiyya.net، نجمع هذه الاعتراضات ونرد. بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. الأخ مصطفى فرج، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو، سامعينك. مصطفى فرج من ليبيا. أهلا وسهلا بأهل ليبيا. الحمد لله. السلام عليكم وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. وأنت بخير وليبيا بخير. أنا مصطفى طبعا. ألو. نعم سامعينك، تفضل احكي. ألو، نسمعك يا أخ مصطفى. أنا مصطفى من ليبيا فرج. تفضل. شو حالكم؟ شو الأخبار يا أخي؟ أنا بن طبعا فيها بن في شيخ على يعني على مستوى يعني معروف، عرفت مستوى يعني، فسألوه سؤال عن الأحمدية، ما هي الأحمدية؟ فكان هذا الشيخ لم يكلف نفسه حتى سمع شيئا من جماعة الإسلامية الأحمدية، لأن واضح من جوابه كل ما جاوب به ليس من صفات الجماعة الإسلامية. نعم. السؤال كان هو ما هي الجماعة الإسلامية الأحمدية؟ فكان ربه هي طائفة ملحدة لا تؤمن بالبعث. ثلاثة، الذات الإلهية تحل على المهدي عليه السلام. ثلاثة، إنها أربعة، إنها مفسدة، طائفة مفسدة في الأرض. وقال قال إن المبشرون يأتون من إيران وإسرائيل ويدخلون البلدان. أريد أن أشرح سأترك لكم الرد على نقطة الإلحاد ورد لا تؤمن بالبعث والذات الإلهية تحل على المهدي عليه السلام. الذات الإلهية تحل على المهدي عليه السلام والإلحاد. نعم، لكن مشكلة في اتصالك يعني غير واضح، لكن ما فهمنا منه الاتهامات التي أنه يتهم اتهامات جزافا. أنا وددت فقط أن أتحدث قليلا حول ما ذكره الأخ حول زكريا بطرس وقضية الهجوم على الإسلام. في الواقع إن الإنسان بمجرد أن ينضم إلى هذه الجماعة الإسلامية الأحمدية ويؤمن بالإمام المهدي والمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، لن يجعل الله لهذا القمص عليه سبيلا على الإطلاق. يعني تصبح كل هذه الافتراءات وكل هذه الأمور الفاسدة وكل هذه الأمور التي يتغذى عليها هذا القمص تصبح خارج نطاق النقاش أصلا. يعني زكريا بطرس وغيره، ولا يتكلم عن شيخ الأخير. لا، أنا أتحدث عن المتكلم السابق. زكريا بطرس يعني هو يعيش على هذه الأمور الفاسدة التي في الفكر التقليدي، يعني سواء كان عند أهل السنة من السلفية أو من الآخرين. فكل ما يقدمه هو في الواقع أمور لا تؤمن بها الجماعة الإسلامية الأحمدية. زكريا بطرس عندما بدأنا بالرد عليه ماذا قال؟ قال إنني لست معنيا بهذه الجماعة لأنهم ليسوا بمسلمين، واستشهد بفتاوى بعض المشايخ وقال إنهم قد كفروا من قبل هيئة علماء المسلمين ومن قبل مجمع الفقه الإسلامي و فقال هم ليسوا بمسلمين وأنا لا يعنيني الرد عليهم. هذا ما قاله. يعني هو أصلا أيضا يستمد القوة ويستند إلى هؤلاء المشايخ الذين هم قدموا له الغذاء دون أن يعلموا.
نحن ببساطة على فكرة وبفضل الله تبارك وتعالى وتحقيقا لنبأ النبي صلى الله عليه وسلم، لقد قصمنا ظهر المسيحية الباطلة هذه، لقد كسر الله تبارك وتعالى من خلال الإمام المهدي الصليب، وأصبح هذا الدين يعني في حال لا يحسد عليه. نحدث على الـ 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 الإخوة الذين كانوا رهبان وجاءوا والتقوا بنا في لندن من بريطانيا. نعم، في بريطانيا يعني طبعا القصص كثيرة من المسيحيين ومن الرهبان ومن غيرهم الذين فعلا رأوا جمال الإسلام من خلال الجماعة وأدركوا بالفعل أن العلاقة الحقيقية مع الله تبارك وتعالى لا يمكن أن تتحقق إلا بالإسلام عن طريق هذه الجماعة. فالمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام فقط يعني ببضع توضيحات بيّن بأن الكتاب المقدس بنفسه يثبت بأن المسيح لم يمت على الصليب، بعد ذلك هذا يعني أنه لا مسيحية، لا قوام لهذه المسيحية، لقد كسر العمود الفقري الذي تبني عليه عقيدتها، وهو أن المسيح قد مات على الصليب وأنه قد مات كفارة لخطايا البشر منذ آدم. فيعني الحقيقة أنه لا يمكن لأحد أن يرد على هذا القمص وعلى المسيحية إلا إذا كان فعلا من هذه الجماعة الإسلامية الأحمدية. وهذا ليس متعلقا ويعني لنقل حاشا لله بقدراتنا أو قدراتنا أو مواهبنا، لا، هذا من فضل الله تبارك وتعالى حقيقا للوعود التي وعدها الله تبارك وتعالى للإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، نسير تحت هذه الراية ويحقق الله تبارك وتعالى التي وعد بها النبي صلى الله عليه وسلم والتي يقوم بها خادمه الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. لذلك انفضوا عن أنفسكم غبار هذه الأمور الفاسدة التي وضعها أو راكمها عليكم هؤلاء المشايخ من عقائد تقليدية فاسدة أدت إلى أن يقتنص منها القمص وغير القمص ويبنون عليها هجومهم على الإسلام. يعني هنالك مقولة كثيرا ما كنا نقولها، إنه في الواقع إن الفرق الضالة والأديان الباطلة والملحدون وغير ذلك، كل هؤلاء في الواقع ليس لهم أي أدنى حياة إلا على هذه الأمور الفاسدة التي يعتقد بها الناس تقليديا، فإن تخلصوا منها باتباعهم للجماعة انتهى كل شيء. نعم، أقرأ لنا اقتباس آخر. أريد أن أقرأ حديث. نعم، كنترول، هناك اتصال. طيب تفضل. هناك حديث يعني معروف وأردت أن أقرأه وربما نعلق عليه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبده فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت به ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة مقبلا بقلبه إلى الله، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال قيسوا ما بين الأرض فإلى أيها كان أدنى فهو له، فقاسوه فوجدوه إلى أدنى إلى الأرض التي أراده، فقبضته ملائكة الرحمة. طبعا يعني هذا الحديث يبين بأن باب رحمة الله تبارك وتعالى وباب مغفرته لا يمكن أن يوصل. الآن هو لا شك نحن كنا قد ذكرنا أن للاستغفار وللتوبة أو لنقل لطريق التوبة التي تتضمن الاستغفار والتي وسيلتها هي الاستغفار لابد من القيام بأمور عملية. يعني بداية قلنا بأنه يجب أن يكره الإنسان الذنوب وينفر منها، ثم بعد ذلك أن يستدرك ما فاته من الحقوق التي اغتصبها، ثم بعد ذلك أن أيضا يطلب العفو والسماح ممن اغتصب منهم حقوقهم بعد تأديتها، ثم أن يحسن إليهم، ثم أن
يعاهد الله تبارك وتعالى على أن لا يعود مرة أخرى إلى هذه الذنوب وإلى هذه التقصيرات، ثم بعد ذلك ينطلق باتجاه الله تبارك وتعالى. فهذا العبد يبدو أنه قد رغب في التوبة الحقيقية واستعان بشخص وأراد وذهب لكي يبحث عن ذلك. وهذا الحديث يبين أنه يجب ألا ييأس الإنسان، مضمونه مضمون هذا الحديث ألا ييأس الإنسان، وأن الإنسان حتى وإن لم يستطع أن يقوم بما يترتب عليه ليحقق التوبة الكاملة، إن نظر الله تبارك وتعالى إلى قلبه، يعني إن قبض قبل أن يحقق التوبة الكاملة، فالله تبارك وتعالى يقربه نحو الرحمة ويجذبه نحو الرحمة. ولأنه ربما لو بقي حيا فإنه كان سيقوم بما يترتب عليه ليصلح كل ما كان أخطأه وليرد كل المظالم التي ظلم فيها، ولكن حتى وإن لم يستطع بسبب أن الموت أدركه أو بسبب أنه منع من ذلك، فالله تبارك وتعالى لن يحجب عنه رحمته. وهذا من الأمور العظيمة جدا في ديننا الحنيف وفي تعاليم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، معنا اتصال من مصر. السلام عليكم الأخ مجدي. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا، تفضل. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكرمك الله وبارك الله فيك. بالنسبة بالنسبة لزكريا بطرس يا أخي محمد شريف. نعم. المراجع اللي هو محصل عليها دياتي، هل هي حقيقية أم مزورة؟ شو ما هي المصادر؟ قلنا أن هناك في تفاسير تسيء للإسلام ويأخذ منها، يعني عايش على الخراريف. أندر زي ما يقولوا بالعامية عندنا. فتعالوا ارجعوا إلى القرآن وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى الحكم العدل الإمام المهدي والمسيح الموعود، بترتاح وبترتاح الأمة. هي القضية إن دور على شبهات، اللي بيته من قزاز بيرجدش على الناس حجارة يا أستاذ. القضية واضحة ونحن قد شرحنا التي الأمور التي فيها شبهة عند بعض المفسرين وضحناها، وليس عندنا مشكلة. القرآن الكريم واضح. يتفضلوا، نحن نعلن لحوار عالمي، تفضلوا ادعوا من تريدون. يأتي بشخص رجل دين مع يعني له سلطة في كنيسة، إما الكنيسة القبطية أو الكنيسة الكاثوليكية، تفضل ونحاور هاي الساحة والميدان وخلي الناس تشهد. الحلقات على مدار الخمس سنين لورا حتى اليوم بالحوار المباشر دلت دلالة واضحة أنها ليست شهاداتنا بل شهادات رجال دين من المسيحيين. ماذا يعيش زكريا بطرس على ماذا يعيش؟ على هذه التفاسير الخاطئة أو كذيب من عنده، يعني يأخذ فيه أمور فيها شبهة فبيبني عليها. نعم، هو سبحان الله على فكرة لعل الله تبارك وتعالى قد أخرج زكريا بطرس. نعم، لأجل أن يربيهكم إلى ما في أيديكم من أمور فاسدة ولكي يوجهكم إلى مبعوث السماء. يعني الكثير من الناس لم يكونوا يدركون ما هو العوار الموجود في الفكر التقليدي، فجاء زكريا بطرس لكي ينبش ويستخرج أفسد ما هو موجود إضافة إلى بعض الأكاذيب الأخرى، وأيضا من خلال حملته هذا أدى إلى أن يكتشف الناس أخلاق هؤلاء المشايخ أيضا، لأنه في الرد عليه هنالك من لم يلتزم أصلا الإسلام وتجاوز يعني الأخلاق الإسلامية، مع أن هذا لا ينبغي ولا يجوز. فالله تبارك وتعالى في كل هذه الأمور لا بد وأن يجعل العاقبة للمتقين، فعلينا ألا نخاف وعلينا ألا نيأس، بل على العكس على المؤمنين أن يستبشروا عندما يرون هذا الأمر. صحيح أن هذا الكلام يؤذي القلوب ويجرح القلوب ويدمي القلوب، عندما خصوصا عندما يهاجم سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني علينا أن الأتباع الحقيقيين لهذا النبي صلى الله عليه وسلم والذين يدافعون عنه والذين يرفضون هذه الأمور الفاسدة هم وحدهم في هذا الوقت هم أتباع الإمام المهدي الخادم الصادق للإمام للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
الأخ نور الدين أبو عرقوب، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. الله يحييكم، كيف حالكم؟ الحمد لله رب العالمين. الأخ نور، تجربتك مع الجماعة حتى يعني المستمعين المشاهدين يروا قصتك، كيف انضممت إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية؟ طبعا هذا إذا كان لك مداخلة أخرى، يبدو أنك أنت اتصلت، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وأنتم بخير، كل عام والأمة الإسلامية بخير والتقدم، وخاصة الجماعة الإسلامية الأحمدية في كل أنحاء العالم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الأخ نور الدين أبو عرقوب، مبايع من 4 سنوات. طبعا مريت في ظروف من 15 سنة، يعني مريت في ظروف صعبة جدا بالنسبة للمفاهيم الدينية والإسلامية، فكان عندي شكوك كثيرة وكان عندي أسئلة كثيرة ما لقيت لها يعني أجوبة. قرأت التفسير، قرأت التوراة والأنجيل، قرأت كتب الحديث، قرأت القرآن مرارا كثيرة، ولكن لم أجد ولا يعني في أي من ما اتجهت إليه لم أجد أي إجابة صريحة وأي إجابة مقنعة وتدخل القلب في هذه الأماكن. وبفضل الله وبفضل الدعاء الحثيث والكثير سبحان الله أنه جلبني إلى تلك الجماعة المباركة، وهنا وجدت جميع الأجوبة المريحة والمقنعة والتي تتطابق مع العقل الإنساني والتي تتطابق مع الفطرة الإنسانية، والحمد لله. طب كيف أول مرة سمعت عن الجماعة؟ يعني أول مرة سمعت تعرفت على الجماعة؟ أول مرة عن طريق التلفاز، يعني فتحت التلفاز وكنت أدير القنوات، فجاءت صورة المسيح الموعود والإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، وكتب في أسفل الشاشة من أقوال المسيح الموعود عليه السلام، فتابعت ومن أول ما سقطت عيني على المسيح الموعود عليه السلام، يعني كانت صورة الرسول الأكرم محمد عليه الصلاة والسلام هي الصورة التي بادرت ذهني وكان أحب إلي مما أملك ومن كياني ومن أبنائي وعشيرتي. وبفضل الله تعالى تابعت فوجدت كل الأشياء التي كنت أتساءل عنها. ما شاء الله، يعني فعلا أنه حالتك قبل البيعة وبعد البيعة، هذه اللقطة اتخاذ القرار بأن تبايع يعني حصل بركان يعني أو طوفان داخلي عندي، بما أسمعه الآن وبما عرفته سابقا، ولكن بفضل الله تعالى أن هذا الفكر يلامس العقل ويلامس القلب ويعطي الطمأنينة، والحمد لله من ذلك الوقت وإلى الآن يعني ليس عندي أي شكوك ولا عندي أي يعني تشابك في الأفكار، أو الحمد لله. يا ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا. بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل المسيح الموعود عليه السلام. الحمد لله. سبحان الله، طبعا والتغير الكبير الذي يحدث بعد البيعة في الواقع يكون آية للشخص نفسه وأيضا للذين من حوله، للذين يرونه. يعني مثلا لدينا في الأردن كانت هنالك حالة، يعني بعض الإخوة كانوا قد تعرفوا إلى الجماعة وأصبحنا نلتقي لفترات طويلة يعني، وأصبحوا أصدقاء قبل أن يبايعوا، وكل منهم كان يراقب الآخر ويرى ما الذي يحدث معه. فأحد الإخوة انتبه إلى حال واحد من الإخوة، كان يعني كيف كان قبل البيعة وكيف حدث معه بعد البيعة، واعتبر أن التغير الكبير الذي حدث مع هذا الشخص آية له أدت إلى أن يبايع هو. قال هذا الشخص كان قبل ذلك إنسان يعني مختلف تماما، ثم الآن هو إنسان يبحث عن أدق سبل التقوى. فهذا التغيير الكبير لا يمكن أن يحدث من فراغ. هذا ذكرني أيضا بأن أحد الإخوة في مرة من المرات يعني كان والده يعاند الجماعة ويقول له يعني ينبغي ألا تجلس مع الأحمديين، وإذا جئت أنا عنده فعليه أن يبلغني والده، وطبعا رجل كبير بالسن، ولكن والده أيضا شيخ كبير، ولكن يعني تعرف لابد من التعامل بشكل حسن مع الوالدين.
فوالده قال له إن جئت أنا يعني تميم إن جئت عنده فعليه أن يخبره لكي يأتي ليطردني من فقال لي أثناء ما كنا قال لسين قلت له إذن طالما أنك وعدته فعليك أن تذهب لتبلغ والدك بذلك فقال لي لست أحمديا بعد لكي أفي بوعدي عندما أصبح أحمديا عليك أن تطالبني بأن أفي بهذا الوعد فسبحان الله يتحدثون الكثير من المتصلين عن التغيير الذي يحدث يطرأ عليهم بعد أن ينضموا للجماعة يعني يقولون أننا كنا نصلي نفس الصلاة ولكن الآن نشعر بالروحانية نشعر بالتغيير نشعر في هذه الحالة وهذا الكلام أيضا تحقيقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال بأن الإمام المهدي سوف يأتي بالإيمان من الثريا يعني حتى لو ابتعد هذا الإيمان سنوات ضوئية من الأرض فإنه سوف يجلبه وسيكون مدار حياته مسح الأرض ببركات السماء ويتحدث كثيرا في كتاباته عن التغيير الطيب يقول تغييرا طيبا وهذا التغيير الطيب نسمعه كثيرا من الناس من أولئك الذين أصبحوا أحمديين أو انضموا للجماعة الإسلامية الأحمدية إذن اتصالات أم نستمر في موضوعنا الأستاذ تميم ما دمنا في التوبة والمغفرة البارحة كنا قد قرأنا عن الإثم لأن المسيح الموعود أو عندما نتحدث عن الاستغفار فاستغفار من الإثم أيضا إن الإثم سم فلا تأكلوه وإن معصية الله موت قذر فاجتنبوه وادعوا لكي توهبوا قوة إن الذي لا يوقن وقت الدعاء أن الله قادر على كل شيء إلا ما استثناه في وعده فليس من جماعتي والذي لا يترك الكذب والخداع فليس من جماعتي والذي هو منغمس في مطامع الدنيا ولا يكاد يرفع بصره إلى الآخرة فليس من جماعتي والذي لا يقدم الدين على الدنيا حقيقة فليس من جماعتي والذي لا يتوب توبة نصوحا من كل معصية ليس من جماعتي والذي لا يتوب توبة نصوحا من كل معصية ومن كل عمل سيء وكل تصرف غير مشروع مثل شرب الخمر والميسر والنظر إلى الحرمات والخيانة فليس من جماعتي والذي لا يلتزم بالصلوات الخمس فليس من جماعتي يقاوم على الدعاء ولا يذكر الله بتواضع فليس من جماعتي والذي لا يهجر رفيق السوء الذي ينفث الأثر السيء فليس أثر من جماعتي والذي لا يحترم أبويه ولا يطيعهما في الأمور المعروفة غير المخالفة للقرآن الكريم ومن هو غير مكترث بعهد خدمتهما فليس من جماعتي وإن الذي لا يعاشر زوجته من النزر اليسير من الخجل والذي لا يريد أن يعفو عن مذنب في حقه تحدثنا البارحة إذا أردنا أن نكون مستحقين لمغفرة الله عز وجل فلا بد أن نغفر خطيئة إخواننا من أخطأ بحقنا ويقول هنا المسيح الموعود عليه السلام والذي لا يريد أن يعفو عن مذنب في حقه وكان حقودا ليس من جماعتي وكل امرئ يخون زوجته أو امرأة تخون زوجها ليس من جماعتي ومن ينقض بشكل من الأشكال العهد الذي قطعه معي عند البيعة فليس من جماعتي ومن لا يؤمن بي مسيحا موعودا ومهديا معهودا في الواقع ليس من جماعتي نريد أن نؤكد مرة أخرى على الذي لا يريد أن يعفو عن مذنب في حقه ليس من جماعتي يعني المسألة هي ببساطة كما أوضحنا أن الإنسان إذا تمسك بالحقد وإذا يعني لم يستطع أن يكون غفورا لإخوانه فهو في الواقع لا يصلح لهذا السبيل وهو لا يستطيع أن يعرف ولا أن يتمثل صفة الله تبارك وتعالى الغفور الرحيم التواب يعني الصفة التواب كما قلنا الله تبارك وتعالى يتوب على عباده ثم يفتح لهم باب الرحمة وباب المغفرة بمعنى أنه يعود مرة أخرى إلى الحال التي كان عليها معهم عندما ينوون أن يتوبوا إليه وأن يرجعوا إليه فالإنسان الذي يريد أن يتمثل بصفة الله التواب وبصفة الله الغفور وبصفة الله الرحيم عليه أن يعود
إلى من أساء بحقه بمجرد أن الآخر قد استعد لكي يعني لكي يزيل أو لكي يتخلص من أو لكي يعتذر عن الأذى الذي سببه له. وليس هذا فحسب، بل على الإنسان أن يكون مبادرا، لأن الله تبارك وتعالى في الواقع حتى عندما يفتح لنا أبواب الرحمة، مع أننا نكون بأخطائنا وبتقصيراتنا وبآثامنا وبذنوبنا قد أسأنا في حق الله تبارك وتعالى، فلو كان الله تبارك وتعالى يريد أن يعاملنا بميزان العدل دون الرحمة ودون أن يعني ينظر إلينا بعين العطف وبعين الشفقة الكبيرة، فهذا يعني أنه لن ينجو إنسان على الإطلاق، لأننا فرطنا في جنب الله وأذنبنا وأخطأنا وقصرنا. فالله تبارك وتعالى عندما يفتح باب الرحمة والتوبة لعباده بمجرد أنهم فقط أظهروا الرغبة في هذه التوبة، فهذا في الواقع من رحمية الله ومن فضله العظيم، ليس بسبب استحقاقهم لهذا الجزاء من الله تبارك وتعالى. لذلك على الإنسان أن يكون مستعدا للغفران لإخوانه لكي يرى الله تبارك وتعالى هذا الحال في نفسه، وبناء عليه يقول: لقد أفضت عليك من رحمتي ومن توبتي ومن مغفرتي، فأنا الغفور الرحيم، أنت أردت أن تتمثل بصفتي، لذلك أنا سأمدك وسأعطيك بهذه الصفة أضعافا مضاعفة أكثر بكثير مما تأمل ومما تتوقع. فمسألة المغفرة هي هامة جدا، لأنها كما قلنا تحرك رحمة الله ومغفرته تجاه العبد المؤمن. ومن ناحية ثانية، لأن الحقد يعني أن يبقى الإنسان دائما متذكرا وبانيا لتصرفاته على السلوك الذي قام به الآخرون ضده، هذا سيؤدي إلى أنه سيكون كأنه موجه من هذا الحقد، وكأن هذا الحقد قد أصبح إلها وشيطانا يقوده باتجاه طريق بعيدا عن الله تبارك وتعالى. يعني الإنسان إذا أحب اتبع، وإذا كره تجنب، وفي الحالين هو يكون عبدا لمن أحبه ومن كرهه. فعلى الإنسان كرهه أن يتحرر من الكراهية، أن يتحرر من الحقد، لكي ينطلق باتجاه الله تبارك وتعالى حرا، ولكي يجذبه الله تبارك وتعالى حرا. هذا لا يعني أن يفرط الناس في حقوقهم، لا، الإنسان الذي لا يحقد هو إنسان يستطيع أن يستمتع بحياته ويستطيع أن يحصل حقوقه، ولا يمكن أن يشعر بالضيق ولا بالأسى ولا بالحزن في هذه الحياة الدنيا. حديث للرسول صلى الله عليه وسلم أن قلب الإنسان المؤمن يجب أن يكون مثل قلب الطفل الصغير، يعني إذا حزن أو زعل يكون هذا لفترة قصيرة، ومن ثم ترجع الأمور على ما هي عليه، ولا يحفظ بهذا الإثم لفترة طويلة. ومن علامات المؤمنين ماذا يقول الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بمعنى أنه لا تخافوا على حقوقهم ولا تخافوا على حياتهم، إضافة إلى ذلك أنهم لا يحزنون، لا يصيبهم الحزن على ما فاتهم أو على ما أصابهم. نعم، نأخذ معنا اتصالات. دكتور سامر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. عليكم السلام. أهلا وسهلا، تفضل. أولا أحب أن أمسي عليكم جميعا. بارك الله فيك. وفي الحقيقة يعني أود أن أتحدث إليكم عن تجربتي. نعم، بارك الله فيك. بخصوص الأحمدية، نحن في فلسطين كما تعلمون قد مررنا، وخصوصا في الضفة الغربية قد مررنا بتجارب كثيرة، وللأسف الشديد طبعا كل تجربة كنا نمر فيها كانت تبعدنا عن الله عز وجل. أنا بصفة شخصية يعني مررت علينا انتفاضة أولى، وما جربته من كوارث علي وعلى عائلتي طبعا وعلى بلدي على ما أعتقد. فأبعدتني عن الله عز وجل وأبعدتني عن الدين. في سن 14 عام انتفضت على الصلاة والصيام أيضا، كنت أفطر طبعا، لكن أهلي لم يستطيعوا أن يفعلوا شيء. يعني ثورة، هي هم الآخرون يثورون ضد الاحتلال، أما أنا أثور على العادات والتقاليد. لا أريد أن أصير عليكم بذلك. لا، خذ راحتك، خذ راحتك دكتور. فالتجارب هاي مهمة جدا،
وخاصة من الإخوة الذين عاشوا يعني هذه الأجواء وتقلبات الحركات الإسلام السياسي. خذ راحتك يعني تكلم، يعني كنت قبل الأحمدية إنسان ملحد لا تؤمن بالله ومنتفض على كل الشعائر والطقوس وكل ما هو تقليدي، تفضل. نعم، ثم بعد ذلك يعني الانتفاضة الثانية جاءت ودمرت كل المعنويات ودمرت كل ما كان المشايخ يقولون به بأن النصر على الأبواب وبأنهم هم المنتصرون وإلى آخره. فحقيقة كانت كل حرب وكل ثورة وكل معركة تقوم مع هؤلاء المشايخ وفي فلسطين وفي الدول المجاورة كانت تبعدني عن الله عز وجل وتقربني من الإلحاد أكثر وأكثر. المفروض أن ينتصروا، ماذا يفعلوا حتى هذا اليوم؟ 150 عام لا نرى إلا المجازر، لا نرى إلا الضرب والقتل في هذه الشعوب العربية والإسلامية، لا نرى إلا الهزائم، هزائم عسكرية، هزائم ثقافية، هزائم في كل نواحي الحياة، ننام مهزومين ونصحو مهزومين. المفروض أن ينصرنا الله. فما واحد تنتين، إما أن نحن كنا جينا في زمن أو القرآن جاء في زمن كان مناسب له والآن انتهى، أو أن نكون نحن الآن على خطأ. وفي النهاية تقتربت جدا من الإلحاد والعياذ بالله. يعني هذا هو الشعور الذي راودني. ثم ذهبت إلى أوروبا لأدرس الدراسات العليا، الماجستير والدكتوراه في عدة مناطق هناك، وكنت أقلب شاشات التلفاز حتى يعني التقيت بجماعة MTA يعني الجماعة الإسلامية الأحمدية، كانوا يناقشون المسيحية بطريقة رائعة جميلة. للمرة الأولى في حياتي أرى أننا لم نكن مهزومين على الأقل من الناحية الثقافية والدينية، على الأقل أننا لا نهاجم وإنما على الأقل ندافع عن أنفسنا. فأعطتني الدفاع، فكنت أريد أن أشطب تلك محطة الانتهاء لأنهم مشايخ، يعني هم سيهزمون على أيدي عدوهم كما يهزم باقي الجماعات. ولكن لا أعرف لماذا أحببتهم، وكنت أنت منهم أخي أبو صلاح. يعني بعد ذلك جاء شريط الدجال، وحقيقة يعني في بدايته كنت أضحك وأقول ما هذا، لأن هذا علم. ولكن دقيقة بعد دقيقة بعد شريط الدجال حقيقة يعني أذكر أنني أصابتني الدوشة يعني باللغة العامية لمدة أيام وأسابيع، ولم أستطع أن أنام الليل. فكانت تلك الشرارة التي حببتني في قناتكم المحترمة وفيكم أنتم في شخوصكم أنتم. فمنذ ذلك اليوم أصبحتم أصدقائي، يعني قد لا تكون بعضكم رآني شخصيا ولكنكم أصدقائي. ومحطتكم يعني المحببة، لا أذكر أن يوم من الأيام لم أراها إذا كنت في البيت مثلا أو أن كان التلفاز أمامي، وحتى أنني أضع على الكمبيوتر لكي أراكم على موقعكم على النت. فبعد ذلك عرفت ما معنى الدجال وما معنى يأجوج ومأجوج وما معنى تفسيراتكم الشيق عن المسيح ابن مريم، وكيف وضعتموه في مكانه الصحيح، وكيف وضعتم المصطفى صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين في مكانه الصحيح. والآن أنا خجل يعني من الأيام التي مضت في حياتي، وأطلب من الله عز وجل أن يسامحني على ما مر. أود أن يعني الآن هذه النقاشات جميعها منذ 3 سنوات يعني قد وضعتها خلفي، والآن أبحث عن محبة الله عز وجل. يعني إذا في لكم أنتم تجارب بهذه الطريقة كيف نصل إلى محبة الله عز وجل؟ فيعني أستطيع يعني أحيانا أن أقرأ للمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، ولكن يجب أن تشعر بهذه الأمور. يجب أن تبنى تلك المحبة في قلبك بناء، لن تكون قفزة نوعية طبعا، لابد من البناء في قلب الإنسان، لابد من الإيمان الذي يسبق الإنسان، لابد من قيام الليل، لابد من أمور كثيرة. ولكن هذا يعني 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 لابد له من وقت على ما أعتقد. وإذا لكم أنتم تجارب والمستمعينكم الكرام تجارب، أرجو أن تفيدونا إن شاء الله. نعم إن شاء الله. يعني الآن أنت ترى من الإلحاد إلى محبة الله عز وجل، يعني هذه قصة نوعية. أرجو من الجميع يعني أن يعطي الجماعة الإسلامية الأحمدية حقها في أنهم يعني يسمعوا لهم. نعم بارك الله فيك. وفعلا دكتور سامر يعني كل أخ أو أخت
يعني هذا فضل الله عليكم، أنا أعرفكم على هذه الجماعة، على الإمام المهدي، ويجب أن تتحدثوا عن تجاربكم، كيف كان الدكتور ملحد قبل الأحمدية وأصبح محب لله ولرسوله الأكرم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني يجب أن نكثر أيضا من هذا الدعاء، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربني إليك، واجعل حبك أحب إلي من الماء البارد. طبعا الدكتور ذكر شيئا مهما جدا وقال يعني هل يمكن أن ندله على سبيل للترقي والتقدم؟ نقول السبيل هو التوبة والاستغفار، أن تستمر في توبتك، لأن التوبة لا تعني فقط أن يتحول الإنسان من الكفر إلى الإيمان، وإنما التوبة أن يترقى الإنسان من مرتبة أدنى إلى مرتبة أعلى، أن يضع في باله أنه يجب أن يبقى تائبا، ووسيلته هي الاستغفار، لأن طريقه لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. يعني طريق توبتك واستغفارك وطريق ترقيك تختلف عن طريق ترقي أنا، عن طريق ترقي أحد آخر. كل إنسان الله تبارك وتعالى الذي خلقه يعلم حقيقته ويعلم ما يلزمه، والله تبارك وتعالى وحده هو القادر على أن يضعه على سبيل الترقي. لذلك الطريق أو الإطار العام للطريق معروف، هو التوبة والاستغفار، ولكن ما الذي يحدث معك؟ الله تبارك وتعالى هو الذي سيحملك وسيرقيك وسيطورك. لذلك النصيحة التي ننصح بها أنفسنا وننصح بها الجميع هو أن يستمروا في الاستغفار والتوبة إلى أن يلقوا الله تبارك وتعالى، ولأن الاستغفار أيضا سيستمر معهم بعد ذلك في الجنة، لأنه الوسيلة لتكميل النور وللترقيات اللامتناهية. الأخت خديجة من ليبيا، السلام عليكم. انقطع الاتصال مع الأخت. من معنا على الهاتف؟ الأخ إبراهيم الجابري هناك، أرسلوا على الإيميل رقم تلفونه، ممكن تتصلوا به هاي الرقم. فالأخ تميم أو الأخ ربيع تريد أن تقرأ نص آخر أم أقرأ لكم من ما قاله المسيح الموعود عليه السلام؟ يقول إن الأفكار العابرة التي تنشأ في قلب الإنسان عفوياً لا تجعله آثما، بل هناك ثلاث أمور تجعل الإنسان آثما عند الله تعالى. أولهما أن يتفوه بكلمات تتنافى مع الدين والصدق والعدل، وثانيها أن تصدر من جوارحه أعمال العصيان، وثالثهما أن يعقد القلب العزم على العصيان ويتعمد أنه سوف يقوم بسيئة معينة حتما، وهذا ما أشير إليه في قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي سيؤاخذ الإنسان على خطايا بعزم القلب على ارتكابها عمدا، يعني حتى لو لم ينفذها ما دام في قلبه عزم عليها فهي سيئة، فهي من السيئات. نعم. أما الخواطر السيئة العابرة التي تخطر في باله فلا مؤاخذة عليها، إذ لا سيطر للإنسان عليها، إن الله الرحيم فلا يؤاخذنا على أفكار سيئة خارجة عن سيطرتنا، بل إننا نثاب عليها إذا قمنا بكبحها، ولكنه تعالى يؤاخذ عليها حين نعزم عليها باللسان أو اليد أو القلب، بل في بعض الأحيان يثاب إذا كبحها ولم ينجر في تيارها. لم يذكر الله تعالى في القرآن الكريم الخطايا التي ترتكبها الأقدام والأيدي فحسب، بل ذكر أيضا ما تقترفه الأذن والعين والقلب أيضا، كما يقول تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فترون أن الله تعالى كما ذكر هنا خطايا الأذن والعين كذلك ذكر خطايا القلب أيضا، ولكن الأفكار والخواطر السيئة لا تندرج تحت خطايا القلب إذ لا سيطرة للإنسان عليها. ثم إن إثم القلب هو ما يعقد المرء العزم الصميم على ارتكابه، إن الأفكار التي ليست تحت سيطرته فلا تقع تحت قائمة الآثام والخطايا، غير أنها تصبح آثاما وخطايا حين يعقد الإنسان عليها العزم ويتعمد ارتكابها. وقد أشار الله تعالى إلى الخطايا الباطنية في موضع آخر في القرآن الكريم،
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. معنا الأخ مهدي الرفاتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مهدي الأخ مهدي الرفاتي. الدكتور سامر كان قال أنه كان ملحدا وعندما تعرف على الجماعة الإسلامية الأحمدية أصبح مسلما محبا لله ولرسوله. هذا مع مهدي الرفاتي. ومع مهدي الرفاتي لا يبعد كثيرا عما كان مع الدكتور سامر. سلامي لك وإلى وللجميع ولجميع الأخوة في الجماعة، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن مهدي غلام أحمد رسول الله. أنا كنت دائما المحطات الدينية لم أكن أتطلع عليها، كنت دائما يعني أمر عنها مرور الكرام، حتى مررت بالأمتي العربية اللي هي محطة الجماعة الأحمدية والحمد لله رب العالمين، فكان فيها البث المباشر فأصبحت أستمع، صرت أستمع للبث المباشر وأجد الإخوة في البث المباشر وهم يناقشون ويشرحون يقولون ما أقول، لي سنوات ما أقول. أنا كنت أكثر من 30 سنة ماركسيا ودرست معظم الديانات الموحدة بالله، زائد الديانات الأرواحية، زائد الديانات الوثنية ومعظم الديانات، والدين الإسلامي بشكل خاص، بما أن أنا كنت أحمل فكرة بأن الدين الإسلامي هو أقوى دين وهو الدين الشامل، وبالفعل هو دين مقنع جدا لكل إنسان يبحث عن الله سبحانه وتعالى. إلى أن لما اهتديت للأمتي العربية كان في لي طبعا بعض وجهات النظر من الدين الإسلامي، حيث أنه كثير من الجماعات الإسلامية الموجودة على الكرة الأرضية، أو خلينا أسميها الأحزاب أو الإسلام السياسي زي ما أنا سميته وأصبحت أسمع كثيرا يتداول بأن دين الإسلامي هو أصبح دين إرهابي ودين، وأصبح الناس يعني يبعدون كثيرا عن الدين الإسلامي. أنا كانت لي تجربة، كنت سنة 1998 في البرتغال، وكان في عنا كثير من الأجانب البرتغاليين، فلم يكن موجودا لم يكن كتبا موجود بحوزتي سوى القرآن الكريم، وكان مترجما للغة البرتغالية، فكنت أقرأه دائما وأصبحت أفسره للأجانب وبعض الفتيات اللواتي كنا يعملن معي، وكثيرا منهن يعني ثلاث أو أربعة اقتنعن ما كنت أفسر الدين القرآن بما كنت أنا أفسره حسب قناعاتي الذاتية، ولم أكن كنت أعرف عن الجماعة الأحمدية، ولكن لم أكن مطلع على أفكارهم ولا على تفسيراتهم للقرآن الكريم. ولكن بعد أن اهتديت على المحطة الأمتي العربية وأسمع ما يقولون، وأنا أقول بعقلي أنهم يقولون ما أقول، أنا لا أؤمن بالخيال ولا أؤمن بالعنف. الدين الإسلامي هو دين حنيف، هذا ما درست عنه وهذه هي اجتهاداتي، فكل معتقدات المسلمين أصبحت مع كل أسف بطلب من رب العالمين سبحانه وتعالى يهديهم، إن تشوهت بهذه التفسيرات الخيالية، وفي نفس الوقت بشكل خاص تفسير الجهاد في القرآن الكريم هو تفسير عنيف وقتل الإنسان الآخر. وأنا كنت أقول دائما كيف يدعون دين حنيف ومسالم والإسلام هو دين تسامح، كيف يدعون لقتل ناس أبرياء خلقهم الله، أولئك الناس خلقهم الله. حتى أنا عندما كنت ماركسيا كان يأتي إلى منطقتنا رجال الدعوة، نحن نسميهم في منطقتنا رجال الدعوة، وكانوا يزورون البيوت، فكنت أقول لهم أنا بما أنكم أنتم بعيدون عن العنف أتفق معكم، ولكن أنتم تأتون لكي تدعوا مسلمين، فاذهبوا وادعوا الكافرين، ادعوا الكافرين في اذهبوا إلى المستوطنات مثلا، إذا كنتم تعتقدون أن أولئك إذا قتلوكم أصبحتم شهداء، وإذا أسلموا على أيديكم دخلتم الجنة، فكانوا يسخرون. ولكن الدين الإسلامي يعني هو الدين الحديث دقيقة الأخ مهدي، ما تديت عليه من الجماعة الإسلامية الأحمدية والتفسيرات المقنعة الصحيحة، فأنا اقتنعت بهذه الجماعة والحمد لله رب العالمين، واطلعت على الكثير من أفكارهم، وأنا متشوق جدا للمشاركة
الفعلية في كل نشاطات الجماعة الإسلامية الأحمدية، وأنا الحمد لله رب العالمين أطلب يعني من خلال نقاشاتي مع كثير من الناس، سواء كانوا مسلمين أو ناس كانوا أو ناس مسيحيين أو ناس بعيدين عن الإسلام أو ناس مسلمون سياسيون، أناقشهم وأناقشهم بكل قوة وثقة وأناقشهم بقناعة حسب تفسير القرآن الكريم الصحيح البعيد عن العنف والبعيد عن الخيال وإلى آخره. بارك الله فيك. أنا بعتقد تجربتي، ولكن أنا إذا أردت أن أحكي كثيرا إن شاء الله الحلقات قادمة ما ظلش عندنا وقت. هاي قليل من تجربتي. إن شاء الله بارك الله فيك وجزاكم الله أحسن الجزاء. لم يبقى معنا إلا نصف دقيقة يعني فقط اختصارا للموضوع، في آخر ما قرأته بين المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام أن الإثم هو ما تعمده القلب سواء صدر عن الجوارح أم لم يصدر أيضا، وهذا شيء مهم جدا، وأن من رحمة الله تبارك وتعالى ومن مغفرته أن الأفكار السيئة التي تمر بخاطر الإنسان تصبح سببا لترقيه. يعني الله تبارك وتعالى جعل الشيطان موجودا من أجل أن يترقى الإنسان، من أجل أن يرى هذه الأمور الفاسدة وتكون سببا في تقدمه وفي اجتنابها. فالله تبارك وتعالى جعل لنا منظومة عظيمة للمغفرة، وقال بأنني أنا التواب والغفور الرحيم، فما عليكم إلا أن تلجوا إلي وأنا سأعطيكم. بارك الله لكم وإلى اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله. كونوا معنا.